بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أساتذة والعلماء، أحييكم وأنقل لكم تحيات طيبة من مدينة سراييفو والبوسنة والهرسك. هذه هي فرصة لي وباسم جميع الخريج الأزهر في قرن العشرين وفي قرن التاسع عشر أن أشكر للجامعة الأزهر الشريف على ما قام به لإنقاذ الأمة والإسلام في قرنين الأخيرين. إنها شهادة وإنه شكر وتقدير للأزهر الشريف الذي أنقذنا نحن المسلمين في شبه جزيرة بلقان حينما فقدنا التنفس الروحي. فالأزهر الشريف صنع بايباس الروحي، فلذلك نحن الآن الأحياء. كنا مستتركين، كنا نطلب ونحصل علما في إسطنبول، فانقطع هذا التنفس الروحي ففتح الله لنا الأزهر الشريف لنتنفس في هذا القرن العشرين وإن شاء الله في قرن الواحد وعشرين إلى يوم القيامة. هذا هو شكر للأزهر. ولكن الأزهر لم يصنع فقط لنحن للعجم في شبه جزيرة بلقان وحول العالم، بل للعرب كذلك. إن الأزهر أرب العرب واستعرب العجم. هذا ما يستحقه منا جميعا كل الشكر والتقدير. نعم، إنني أعلم جدا كما تعلمون أن كل واحد يريد أن ينتهز فرصة من الأزهر، الذين يستحقون ذلك والذين لا يستحقون ذلك. ولكن نحن هنا جئنا لنقول للجميع، نحن نريد أن نرى الأزهر كما كان وكما سيكون، منارة للأمة الإسلامية من مغربها إلى مشرقها وإلى جنوبها إلى شمالها. هذه هي شهادة صغيرة من بلد صغير من قدس الأول في أوروبا وقدس الثاني في العالم. شكرا لكم. أتمنى لهذا المؤتمر أن ينجح، وأتمنى للمصر ولأهل مصر أن يكونوا كما كانوا في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل أسوة لنا في العالم كله. والسلام عليكم.